انا الفاشل. مين هنا قال له انت فاشل او انت فاشل؟ ما شاء الله نور. طيب تعالوا نرجع مع بعض كده 22 سنه ورا. انا اتولدت، انا يوسف الشلام، عندي 22 سنه والباقي اتعرفتوه يعني في البايو. اتولدت في مستوى معيشه كويس، مستوى مادي كويس، مستوى اجتماعي كويس، عيلتي كده بيحبوني قوي. بابا كان على طول مدلعني وبيجيب لي لعب واوضه فيها لعب والخيمه اللي هي بتاعت الكور دي اللي كلنا بنحبها واحنا صغيرين. فانا كانت حياتي يعني اول ما اتولدت مفيش اسعد من كده في الدنيا. اب بيحبك وام بتحبك وبيت هادي وكويس ومفيش احسن من كده يعني. بتروح الملاهي على طول وبتخرج على طول. يوسف فين؟ مع بابا. فين؟ مع ماما. ماما تروح طالعه، يوسف يبقى قاعد في الدور السابع يعيط يجيب الدور الارضي. ليه؟ عايز ماما. بابا يروح ماشي مش عارف ايه. بابا يروح رايح الشغل، لا انا نازل. بابا لا لازم اروح. فانا كنت مرتبط بعيلتي قوي وانا صغير. بعديها اختي جت، هي للاسف مش موجوده النهارده عشان مسافره، بس هي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. وكنا من واحنا صغيرين قريبين من بعض قوي يعني. فحياتي كانت جميله جدا، سلسه جدا، ما فيهاش اي مشاكل لحد ثالثه اعدادي. ودي كانت السنه اللي نزلت فيها مصر وانا ما كنتش عارف انا نازل اعمل فيها ايه ولا تعاملت مع الشعب قبل كده. وكنت خايف بصراحه لان انا زي ما قلت لكم بابا وماما وابا كده والبيت، فما تعاملتش قوي مع الناس قوي، ما كنتش عارف خبره التعامل مع الناس. فدخلت مدرسه وعديت بتجربه في وقتها كنت شايفها اسوء تجربه ممكن حد يعدي بيها، وهي تجربه التنمر، البولينج. ودي اول مره هطلع اتكلم فيها عن الموضوع ده، عمري ما اتكلمت عنه قبل كده. والتنمر اللي انا عديت بيه ما كانش تنمر لفظي على قد ما هو كان تنمر جسدي بكل الانواع. يعني ايه؟ يعني كنت بروح المدرسه الصبح زي اي طالب، الناس بتبقى عارفه ان في طابور، بس قبل الطابور الطلبه بيبقوا واقفين بره المدرسه شويه، صح؟ عند الكشك كده. فايه الناس تعمل ايه؟ يزهقوا، فين يوسف؟ يلا ربع ساعه بتاع كل يوم قبل الطابور، اروح واخد لي العلقه اللي هي واروح داخل اليوم الدراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلص اليوم نروح عند المدرسه عند البساط، الناس تيجي تروح، لا سواقين على بال ما بيجوا ويلموا الطلبه. يوسف فين؟ ايوه هناك هو يا جدعان. طب معلش شفت فيلم بهير وشهير وبهير؟ فبيقول له هو فين؟ هو الدكتور اللي بيتضرب اللي هناك ده. انا حضرتك كل يوم جمعه متعود ان انا اتضرب الا التلات بيطلعوا لي فوق. انا بصراحه كنت اصيل وكنت بروح لهم انا بنفسي، يعني كنت بستنى حد يجيني. بس ف التجربه ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي نفسيا، كنت مذبذب وكنت دايما بقول لبابا انت ليه ما قلتليش ان انا هشوف حاجه زي كده؟ انت ليه ما بتساعدنيش؟ بس اكتشفت ان انا كنت غلطان، لان اهالينا لما احنا بنيجي الدنيا ما بيجيش معاهم كتالوج الطفل ده. ادي الكتالوج بتاع ابنك، هتلاقي هو عنده 14 سنه هيواجه التنمر، هتعمل 1 2 3، ما بيجيلوش. فتربيه الاولاد ما بيجيش بكتالوج، هو بيحبك حب انت ما تتصوروش، وامك وعيلتك كلها. ففي الوقت ده كان ابتدى تحصل كمان مشاكل في البيت، وابتديت ان انا اعلي صوتي على بابا وعلى ماما واخواتي اطلع بره البيت بره، واضح انا افضل قاعد في الشارع ما بعملش اي حاجه في حياتي. بضرب في المدرسه الصبح، بضرب من البيت بالليل، مفيش حياه احسن من كده في الدنيا والله. طب اقعد فين في الشارع؟ قاعد في حته يعني فيها ناس، استغفر الله العظيم يا رب، يعني اللي هو هتخطف كمان 5 دقائق. فكانت حياه جميله جدا ما شاء الله يعني. وبعديها جت بابا قرر ان احنا نرجع مصر، السعوديه انا اسف. رجعنا السعوديه، قلت خلاص بقى بدايه جديده، انا عديت بتجربه مش هعدي بيها تاني. فجالي مرض، كان بيجي لي حالات تشنج من وقت الى اخر، محدش كان عارف هي هتيجي امتى وهتيجي بقوه قد ايه المره دي. وكان دايما الدكتور بيقول ان انا لو ما واظبتش على الدواء هتشل، مش هسمع، مش هشوف، مش هتحرك، مش هعمل اي حاجه. فحصلت لي في المدرسه مره، وحصلت لي في عربيه واحد صاحبي، وحصلت لي في الشارع، وانا
في كافيه مع اصحابي، فكنت بقعد اتخانق مع ربنا، قالوا ليه انا عملت ايه في حياتي علشان اعدي بكل ده، مدرسة في المدرسة ومشاكل في البيت مع عيلتي وما بيحبونيش، ولما حتى رحت عشان ابتدي حياة جديدة وكنت سعيد جالي اللي حجالي ده، اللي يتفضح قدام الناس ويحصل لي حالات التشنج دي، مفيش اي حاجة بتحصل. ف الدنيا ما كانتش احسن حاجة، فقررت طفل عنده 15 سنة قرر ان هو عايز ينتحر، فخدت حبوب كتير و فاخدت حبوب كتير ورحت لما كنت في السعوديه، الموضوع عشان يحصل ده محتاج تروح المدرسه المستشفى تعمل غسيل معده، كان صعب ان احنا نعمل الموضوع ده في السعوديه. فاللي بيحصل بلاقي نفسي ان انا بتألم لمده ساعات واروح مرجع وارجع كويس تاني، فارجع اتخانق مع ربنا، طب حتى مش عايز تاخدني، يعني هنا ايه اللي في حياتي حلم بجد والله، يعني حتى لما جيت اموت لا معلش شو وقتك دلوقتي خلاص. فقررت اعمل ايه بقى، ده كان اخر حاجه عندي، ان انا هوقف الدواء واتشرب، بضرب، عندي مشاكل في البيت، مشاكل المرض، وما بموتش، طب هعمل ايه، طب خلاص هتشرب، انا مش عايز اشوف كل ده ومش عايز احس بكل ده ومش عايز اعرف حد، مش عايز اشوف اي حد، انا عايز افضل قاعد كده. وما حصلش. في 2015 جالي احساس، جالي منين ما اعرفش، وما كانش في اي تغيير حصل في حياتي، بس جالي احساس ان انا محتاج ابتدي اخد الدواء. ورجعنا نزلنا مصر تاني في 2016، ودي كانت سنه التغيير. الحمد لله السنه دي ابتدت ان انا خفيت كومبليتلي، ودلوقتي الحمد لله الحاله ما بتجيليش بقى لها 3 سنين، والحمد لله بصحتي وانا بتكلم قدامكم عادي جدا. وفي الوقت ده في ولد اتعرفت عليه، هو كان نقطه، هو بالنسبه لنا يعني في العيله نقطه مش احسن حاجه يعني، بس جيب مره كده قال لي مش عايز تشتغل وتخلص من اللي انت فيه ده، مش لسه دخلت جامعه يعني، فقلت له ماشي يلا نجرب اشتغل ايه بقى، قال لي هتشتغل في شركه اتصالات، قلت له يعني ايه فودافون، قال لي قلت له لا انا مش هعرف ابيع كروت شحن عند المترو واقول 10 جنيه و20 جنيه والكلام ده، قال لي لا كول سنتر يوكي وانت معاك لغه ويلا بينا نروح نجرب. رحت جربت، اول شهرين كان في ناس كتير قوي بتمشي من الشغل، والناس دي بتجيب التارجتس بتاعتها واحسن مني وكرييتيف، الناس دي بتمشي ليه وانا ما مشيتش، مع ان اصحابي وعيلتي هم كانوا بيقولوا ان يوسف اول ما يروح الشغل هيقعد شهر ويترفد مش هيمشي للتاريخ الاسود يعني. فجيت اسال نفسي هو انت ليه ما مشيتش مع ان الناس دي احسن منك بكتير، فقلت مش عارف، فقلت خلاص انا محتاج اعرف اجابه السؤال ده انا ليه ما مشيتش. فبعديها مره كده في شهر 3/2016 رحت المانجر بتاعتي عند 24 سنه، فانت طلعتي مانجر انت عندك كام سنه؟ عندي 24. تركت اصغر واحده قالت لي اه، قلت لها انا هبقى اصغر تيم مانجر في الشركه، انا هبقى مانجر وانا عندي 19 سنه. يا ابني مانجر انت عرفت تجيب التارجتس بتاعتك اصلا ولا عرفت تعمل حاجه في الشركه؟ مش حاسين بيك اصلا. طب شكرا. طب اروح لفلان، يا فلان انا هبقى تيم مانجر، يلا بابا العب بيت يا بابا، روح العب لك بين بلاي ستيشن ولا حاجه، انت عملت حاجه في حياتك عشان تبقى مانجر، انت عارف يعني ايه مانجر؟ طيب يا جدعان ماشي. ففي مره كده كنت في الشركه في مانجر دخل لاني نايم على البلاط، اصحى يا عم اهلا صباح الخير، في انت مالك يا ابني نايم كده ليه؟ معلش اصل انا تعبت من الشغل ونمت. شغل ايه يا ابني؟ كول سنتر وخد السماعه لودانك يا ابني. مساء الخير صباح الخير يوسف مع حضرتك، ممكن اتعرف الاسم؟ فتتعمل ايه؟ فكنت ساعتها طيب انا ما بعرفش اجيب ارقام ومش عارف اعمل ايه، طب اعمل ايه؟ اقعد اسمع للناس اللي احسن مني واتعلم واشوف هم بيعملوا ايه وابتدي اقابل اللي هم بيعملوه ده لحد ما نطلع بحاجه معينه. والحمد لله قعدت اعمل كده لمده سنه، ما خدتش اجازه، ما خدتش ويك اند، ما كنتش بقعد في البيت، كنت بفضل بقيت في الشركه بالايام والاسابيع علشان اعرف ازاي ان انا اقدر اطور نفسي واقدر الاقي اجابه السؤال اللي انا ما عرفتش اجاوب عليه في الاول. والحمد لله صدفة ان في شهر 3/2017 كنت اصغر تيم مانجر جه في تاريخ الشركه.
في الشهر ده قلت اكيد هي مش مصادفه ان انا اقول بعد سنه فتروح تحصل على طول. فعرفت ان دي علامه من ربنا ان انت ممكن بالتجارب اللي انت عديت بيها ايا كان تجارب بيتك او التنمر او الفشل في الشغل او الاحباط اللي كان بيجي لك من الناس ممكن يكون ربنا فعلا اداك النعمه دي عشان تبقى امل لغيرك ان اي حد دلوقتي بيشتغل وهو بيدرس ويروح ماشي من الشغل عشان دراسته لا انت تقدر تثبت انك تقدر تعمل ده وتقدر تعمل ده وتقدر تجين اكسبيرينس وايل ان انت لسه في الجامعه وتقدر تعمل حاجه بعد كده. والحمد لله طلعت من واحد ما بيعرفش يتكلم مع الناس وما بيعرفش يعمل اي حاجه في حياته ان انا رحت اديت توكس في الاكاديميه البحريه وجامعه النيل والام اس اي وكايرو يونيفرسيتي دلوقتي. فكل ده كان في يوم من الايام هو سؤال انا مش عارف اجابته. فلو انت بتسال دلوقتي نفسك انت مين انت محتاج تعرف انت مين. محتاج تعرف الفاليو بتاعك عامل ازاي. محتاج تعرف انت ايه هدفك في الحياه اصلا انت اتخلقت ليه او انت هتعمل ايه قدام. المواقف اللي انت بتعدي بيها ما تعترضش عليها. واقبل نفسك واقبل عيوبك. مش عيب ان انت يبقى عندك عيوب ومش عيب ان انت تغلط. لو ما غلطتش مش هتتعلم. ولو ما عندكش عيب مش هتكتشف ازاي ان انت تقدر تطور من نفسك. انا جيت من واحد فاشل الى واحد دلوقتي ان انا بقيت عايز اقرا كتير، عايز اروح الايفنت ده، عايز اروح الايفنت ده، عايز اعمل ده، عايز اعمل ده، عايز اشوف كل الشخصيات اللي ناجحه واقدر ان انا اقف اتكلم قدامهم. يعني عايز اقول لكم حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي فيها بقالي شهور عديده جدا ان انا دايما لما بقعد مع تيمي في الشركه كنت بقعد اقول لهم عن شخص كده منورين. كنت بعد اكلمهم مع شخص كده هو كان المثل الاعلى فعلا في الموضوع هو حسام هيكل يا جدعان. والله كنت بعد ادعي ربنا دايما اقول يا رب انا عايز اطور في نفسي واجتهد وفي يوم من الايام ان شاء الله هطلع اتكلم على ستيج وان شاء الله ربنا يكرم وحسام يبقى موجود يتفرج عليا في توك وكاركتر موجود يا جدعان. فبجد يعني ربنا بيبقى عارف انت عايز ايه وبيبقى عارف قد ايه انت بتتعب. مش لازم لما انت تتعب دلوقتي تلاقي حاجه جات لك. ممكن ما تجيلكش دلوقتي ولا تجيلك كمان سنه ولا تجيلك كمان 10 سنين بس اعرف وخلي عندك يقين ان ربنا شايف انت بتعمل ايه، شايف قد ايه انت بتتعب، عارف التجارب اللي هو حطك فيها ما حطكش فيها عشان تتعذب بالعكس هو حطك في التجربه دي علشان تطلع انك تبقى مثل اعلى لحد. ان انت تكتشف غلط في نفسك بطريقه معينه. ان هو يعلمك ازاي تقبل نفسك. انا مشكلتي ان انا ما كنتش عارف اقبل نفسي. فلما كنت بحاول اخلي غيري يقبلوني ما كانوش بيقبلوني. بس انا دلوقتي لا انا قابل نفسي. قبلت نفسي ازاي؟ رضيت بيها. ورضيت باي تجربه ربنا عداني بيها. وعرفت ان اي حاجه انا عديت بيها في خلال التسع سنين اللي فاتوا دول هي ما كانتش اكتر من حاجه ربنا حطني فيها علشان اتعلم من كل تجربه حاجه. واي حد بيواجه اي حاجه في حياته دلوقتي يحمد ربنا عليها. ويعرف ان هي هتبقى سبب لحاجه قدام في حياته. انا حابب ان انا مش طولت عليكم وانا لا بطل الكلام ولا اي حاجه بس انا حابب اقول لكم اخر حاجه. دور على نفسك ودايما اسال انت مين. شكرا.